السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي فضلات، معكم سو صادق. اليوم حبيت أنه أتحدث معكم عن قضية حصلت معي قبل عدة أيام، وهي أنه يعني منذ عدة سنوات أنا كنت منصب لينكس أوبونتو اللي هو لونج تيرم سبورت، وكانت تقريبا هي النسخة 16 بوينت سمثينج. قبل عدة أيام طلب من عندي أنه نعمل أبجريد، لأنه النسخة 18.04 توفرت، يعني أصبحت متوفرة حاليا، فعملت الأبجريد. بعد حصول الأبجريد طبعا كان هناك أشياء أفضل وكانت هناك أشياء أسوأ. اليوم راح أتحدث عن الأشياء الأفضل اللي حصلت والأشياء الأسوأ وكيفية حلها إن شاء الله. بداية طبعا يعني الشريط الجانبي بقى مثل ما هو، الأيقونات مثل ما هي، سطح المكتب طبعا تم إضافة بعض الصور الجميلة، الساعة والتاريخ هنا ظهرت عدة، بدأت تظهر يعني في المنتصف، لم تكن تظهر يعني في هذا المكان سابقا في النسخة السابقة. الاكتيفيتيز هنا ايضا بنقر عليها، ممكن انه حاليا يعني تصل الى مجموعه من النوافذ اللي يعني وتختار مثلا سطح المكتب من هذه النوافذ. هنا طبعا النوتيفيكيشنز ايضا راح تظهر عندك، يعني لكل البرامج اللي تسمح لها بعرض النوتيفيكيشنز راح تظهر عندك في المنتصف. هنا ايضا طبعا مثل ما كان موجود سابقا تقدر تعرض يعني الصوت يعني او الاضاءه والشبكه وغيرها من الامور الاخرى. تبديل اللغه العربيه انجليزي وغيرها من الامور ايضا يعني موجوده. القضية اللي أزعجتني في البداية أنه الكليك الأيمن رايت كليك لم يكن يعمل، يعني عندما يعني عملنا أبجريد للنظام ووصلنا لل يعني لينكس أوبونتو 18 بوينت سمثينج، الرايت كليك لم تكن تعمل. فبحثت في الإنترنت ووجدت أنه الحل لهذه القضية هو شيء سهل جدا، يعني مجرد أنه تذهب إلى الأوبونتو سوفت وير وتبحث عن فد شيء اسمه الجنوم تويك تويكس. هذا البرنامج طبعا هو حاليا انستيلد، يعني موجود في الحاسب، يعني قمت بتنصيبه. بالوضع الطبيعي عندما تقوم بتحديث النظام لل 18.point something راح يكون هذا غير موجود، مجرد انه تقوم بعمليه انستيل وراح يطلب من عندك الباسورد تقوم بادخاله. بعد ذلك يعني مجرد انه تقوم بعمل لانش يعني او تشغيل لهذا البرنامج. من هذا البرنامج طبعا يعني هناك الكثير من الاعدادات التي تستطيع التحكم بها واللي تكون هي يعني باي ديفولت غير مفعله في البدايه، الابيرنس، الديسكتوب، الاكستنشنز، كل هذه الامور الاخرى. اللي يهمنا من اتهن هو الماوس والرايت كليك اللي بالبدايه يكون غير شغال. طبعا بالبدايه راح تكون عندك هاي الفينجرز هي المفعله، يعني عليها علامه الصح بالبدايه، فقط تقوم بعمليه اضافه علامه الصح لهذه الفقره الثانيه واللي هي راح تسمح لك بعمل الرايت كليك والبوتوم ميدل وغيرها من الامور الاخرى. يعني هنا باستخدام هذا الشيء الرايت كليك اللي موجود يعني بالباد الخاصه باللابتوب راح تعمل ايضا عندك. طبعا الكثير من الاعدادات الاخرى راح تظهر عندك. ايضا من الامور اللي يفيدك بها هذا الجنوم تويكس انه بدونه يعني بدون هذا البرنامج او بدون يعني تشغيل هذا البرنامج راح تكون عندك هنا الفيتشرز او السيتنجز راح تكون عباره عن يعني شغلتين او ثلاثه محدوده فقط. اما من خلال اضافه الجنوم تويكس راح تكون عندك الكثير من الاعدادات الاخرى يعني اللي ايضا تقدر تتحكم بها. وهنا طبعا اذا رجعنا نفسه هو يعني السيتنجز هنا مثل ما لاحظنا هي يعني تلاحظ انه اكو عندك فقط يعني الديت والتايم واليوزر والديفولت ابلكيشنز، يعني ليست هناك الكثير من الاعدادات التي تستطيع التحكم بها. لكي تقوم بالتحكم بكل اعدادات النظام طبعا هنا مثل ما قلنا جنوم تويكس، هذا طبعا راح تسمح لك عندما تقوم بعمليه اللانش التحكم بالديسكتوب والابيرنس. هنا ايضا تستطيع تغيير يعني الكيرسر، الايكون، الابلكيشنز، الثيم المستخدم، كل هذه الامور ايضا تستطيع التحكم بها، الفونتس، الخطوط، الكيبورد والماوس، الباور، الستارت اب ابلكيشنز، كل هذه الامور ايضا تستطيع التحكم فيها من خلال التويكس. ايضا طبعا بعد ما اشتغلت عندنا هذه الامور مجرد حاليا الرايت كليك يعمل عندك، فايضا من خلال تستطيع تغيير سطح المكتب، يعني ترتيب ايقونات سطح المكتب، فتح التيرمينال، او ايضا انت تستطيع فتح التيرمينال من هنا، وكثير من الاعدادات الاخرى. هذه القضيه يعني كانت مزعجه في البدايه صراحه لانه لم تكن متوفره. مع الجنوم تويكس صارت عندنا الرايت كليك تعمل، بقيه الامور يعني مثل ما هي موجوده يعني في النظام السابق، ليس هناك اي تغييرات اضافيه، فقط هنا تم اضافه هذه الايقونه اللي هي يعني الابلكيشنز الخاصه بها، فالاشياء يعني مشابهه للويندوز 10 يعني اكثر شيء. هنا تلاحظ بانه كل التطبيقات الموجوده عندك وايضا تستطيع البحث في داخلها، وايضا هذه طبعا الفريكوينت التطبيقات التي نستخدمها بكثره، وهذه كل التطبيقات. ايضا مثل ما هو معروف سابقا
سوري. هنا ايضا يعني من هذا المكان الاوبونتو سوفت وير تستطيع يعني هذه البرامج المنصبه، هذه التحديثات المتوفره، وهنا هذه كل البرامج تستطيع البحث عن فد برنامج معين او تقوم بكتابته هنا. يعني مثلا في البدايه ايضا يعني لاحظت انه لم يكن هناك برنامج ضغط ملفات او فك ضغط ممتاز او جيد، فمجرد انه كتبت لزت اي بي ظهرت عندنا البرامج الموجوده، فلاحظت انه اللي كان متنصب عندنا هو اكس اركايف اركايفر والفايل رولر، بس اثنيناتهم كانوا يعني برامج غير جيده. اللي قمت بتنصيبه واللي انصح يعني الكل بتنصيبه هو البي 1 فري اركايفر، هذا بعد تنصيبه راح يكون هو برنامج ضغط وفك ضغط ممتاز جدا بالنسبه للمستخدمين. هذه تقريبا كل الامور اللي حبيت انه اتحدث عنها اليوم، واذا كان هناك اسئله اخرى بالنسبه للاخوه والاخوات اللي يعني ظهر عندهم هذا النظام الجديد وعندهم فيه مشاكل تقدرون تتركوها بالتعليقات، وان شاء الله راح نحاول انه نحلها سويا. شكرا جزيلا ومع السلامه.